يوم 1 سبتمبر كان افتتاح الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. الافتتاح كان في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وكان برئاسة الدكتور سامح مهران. الحضور كانوا من نجوم المسرح والفن في مصر والوطن العربي، وكان على رأس الحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللي أعلن عن انطلاق الدورة الـ31 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. أكيد كاميرا أون سيت كانت موجودة في الافتتاح. تعالوا نشوف مع بعض حفل الافتتاح ونرجع مرة تانية. شرف واي شرف ان انا يتم اختياري رئيس لجنة التحكيم في مهرجان المسرح التجريبي. مهرجان المسرح التجريبي تحديدا له معايا ذكريات. 2001 كان الله يرحمه سامي العدل افضل ممثل في مهرجان المسرح التجريبي في القاهره. السنه اللي فاتت الافتتاح كان فيه مسرحيه تشارلي شابلن تاليفي، والسنه دي رئيس لجنه التحكيم. فمسرح التجريبي بالنسبه لي كل الخيال الممكن في الفن بيطلع في المسرح التجريبي، وبالتالي فهو مختلف عن اي مهرجان اخر. بيشترك في كل دول العالم، وبيبقى فيه مجال لخيال فنان بيفكر وسابق، وممكن بعض الاحيان الناس ما تفهموش دلوقتي بس هتفهموا بعدين. وانا اللي كتبت بقول انا مش مألوف امبارح لكن اللي جاي مألوف في اغنيه ايس كريم في جليم. فالمسرح التجريبي بالنسبه لي تجربه رائعه، بيشترك فيها ناس فنانين زملاء خيالهم سابق للتقليدي، فده بالنسبه لي شيء مشرف ان انا موجود فيه. لا، هو المهرجان مهم جدا يعني لاي مسرحي في العالم، لانه يشتغل على ظواهر التجريب ومدارس التجريب والابتكارات والاشتغال المسرحي الحديث المعاصر. لذلك انا اعتقد انه هو بمثابه يعني تظاهره علميه مهمه لجميع الاجيال المسرحيه، سواء كانوا الهواة او الشباب او المحترفين، لأن من خلال هذا المهرجان نرجع بحماسنا، نرجع بشغفنا للمسرح، لاكتشافاتنا الكثيرة اللي احنا نرصدها في المهرجان. مهرجان ممتد من 31 سنة رغم التوقف اللي صار، يعتبر من أهم المهرجانات العربية اللي موجودة، مؤثر جدا، يعطي لكل المدارس والمناهج في العمل المسرحي في العالم، وهذا شيء مهم. التواجد العالمي والدولي في هذا المهرجان كمان يثري ويعزز هذا الحراك المسرحي اللي موجود في القاهرة، وهو كما متوقع أن يكون حضور المهرجان مهم ومؤثر. يعني أنا سعيد بهذا التكريم، أن تكرمك مصر، أن يكرمك المسرح المصري، أن يكرمك المسرحيون في مصر، أن يكرمك مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أن تكرم بين هذه الكوكبة من مسرحي العالم. هذا وسام شرف وفخر وشهادة ميلاد حقيقي. طبعا المهرجان، أنا بنت المهرجان من يوم ما تولد، هو انولد على أيدينا في حياة الدكتور فوزي رحمة الله عليه، وكنا في أكاديمية الفنون بنستلم الكرنيه ونتابع العروض، ثم بعد ذلك نتابع كل المهرجان التجريبي في كل دوراته، طالبة ثم ناقدة ثم باحثة ثم كاتبة، والآن أنا بتكرم يعني. فأنا بنت المهرجان وبتابعه، لكن هذه السنة ما شاء الله شايفة ترتيب كويس وشايفة نظام وشايفة يعني. شكرا للدكتور سامح والوزير الثقافة الجديد، ألف شكر، أبارك لهم على هذا المهرجان لأنه مهرجان عملاق، مهرجان أثبت وجوده بين العالم، مهرجان دولي كبير يستحق التكريم والتحية والتقدير، ومن يكرم فيه بيعتبر نفسه أنه من الفائزين. والله في أكثر من عرض، أنا شفت السكجول حقيقة، في عروض أنا حريص أني أحضرها، من ضمنها عرض الافتتاح اليوم الوليد عوني. أيضا الندوات الفكرية مهمة جدا لأنها تطرح موضوعات وقضايا ذات بعد فكري وثقافي ومسرحي مهم جدا. مبسوطة جدا وببارك للدورة، ويا رب إن شاء الله تكون دورة ناجحة كالعادة. مهرجان من أهم المهرجانات مصر الدولية، بيكون فيها تجمع المسرحيين في مصر والعرب وغيرهم كمان يعني، فيا رب تكون دورة حلوة وناجحة كالعادة يعني. مصر دايما بتقدم حاجات في المسرح مهمة جدا، وكان ليا مشاركة قبل كده في المهرجان التجريبي بعرض طول أسورة أخرج أستاذ نصر عبد المنعم، فالمرة دي أنا بتفرج بقى كمتفرجة يعني.